أثار قرار الحكومة الأخيرة المتضمن رفع رسوم نقل ملكية المركبات استياء المواطنين من النهج الذي تتبع الحكومات المتعاقبة، معتبرين أن هذا النهج هو أسلوب جباية يسعى إلى إفقار المواطن على حد وصفهم. مواطنون أبدوا امتعاضهم للمبررات التي تطلقها الحكومة لهذا القرار، مطالبين بعدم جعل الملف الإصلاحي للاقتصاد الوطني ذريعة لقرارات الرفع. أنا بدي أشتري سيارة بس لما رفعوه بطلت. يعني فيش شيء ما ارتفع، هو ضلت على رسوم المركبات. والله هذا قرار يعني وقف حال الناس، وقف حال بيع السيارات، وقف حال التجار، وقف حال بده يشتري له سيارة. يعني إذا واحد بده يشتري له سيارة ب 1500 1600 دينار حاطط له هيك رصيد بده يشتريها، مع الارتفاع صار بده 400 500 دينار رسوم تسجيل. حرام والله على الشعب، كثير هيك كثير كثير. يعني كل في ارتفاع كثير للاسعار وللمواد التموينيه ولل يعني كل شيء بيرتفع بهالبلد، قاعد ما في شيء بنزل. صار الرفع الاسعار يعني غالي كثير، الموتور ل 1600 و2000 غلوها 100 و200 دينار، حرام هيك على الشعب. غلط، لانه الناس يدوب يعني عنده سياره صغيره شو بده يحط حق سياره مشان نقل ملكيه؟ يعني مش منطق. وإن شاء الله يكون يا رب يكون قرار سليم، بس ما أظنيش سليم. والله هذا قرار مش مضبوط، غلط. يعني المفروض المواطن، المهم شايفين حالة المواطن كيف، يلا نكفي حاله. وكانت الحكومة قد قررت مؤخرا زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومية، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينار للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3000 سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4000 سي سي، و700 دينار للسيارات التي تزيد سعة محركها على 4000 سي سي.